السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف مع بعض بروجكت هديشر 360. ده تبع اوتوديسك، بيخليك تتحكم في المبنى وفي السنسور الموجود في المبنى، وهنشوف بالتفصيل الموضوع ده هيحصل ازاي. دلوقتي هقول له ديمو عشان ادخل اشوف مشروع موجود اصلا على موقع اوتوديسك. تقدر تقول له لوج ان وتدخل على الحساب بتاعك انت والمشاريع بتاعتك. دلوقتي هيبدأ يفتح المشروع على المتصفح، مش محتاج ان انا اسطب اي حاجة خالص. هو بيتحمل دلوقتي، وبعد كده تبدأ تظهر عندي القايمة دي. سنسور ليست هيبدأ يجيب لي قايمة بكل سنسور موجود في المشروع، فتقدر تشوف السنسور، تقدر تعمل عليه زوم. السنسور هو موجود ده بيبقى في حاجات بتقيس الحرارة، في حاجات بتقيس الرطوبة، في حاجات بتقيس الإنارة، في حاجات يعني كل حاجة ليها سنسور خاص. طيب ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف سنسورز، فيبدا يظهر لك السنسور الموجود في المشروع. خلينا نخرج بره من خلال البقره. سنسور بيبدا يظهر لي كل سنسور، كل ما تطلع على واحد بيبدا يجيب لك اسمه والمعلومات بتاعته بشكل دوت.